فوالا دونك دابا ملي تعلمنا اننا نصاوبو ديغرام دو كلاس كنبداو دائما كما قلنا نقولوا واحد ديغرام دو كلاس شنو فائدته هاد الموديليزاسيون كلها شنو اللي درناها وحنا من بعد فاش غنبداو الرياليزاسيون وكاننا ما استفدناش منها. هي الصراحه الا عرفتي هادشي اللي غادي ندويو عليه دابا غتولي تحس بانها عندها فالور اجوتي كبيره. دونك كاينين دي ريغل دو ترانسفورماسيون اللي كيحاولوا لك ديغرام دو كلاس تاعك لان شيما غولاسيونيل ولا نوع اخر ديال لي باز دو دوني. حنا كي قلنا غنخدمو على لي باز دو دوني غولاسيونيل اللي كنبراتيكيوهم في البروغراماسيون ديالنا. دونك بالنسبه للقاعده الاولى اللي كاينه هي انه اشاك كلاس اون بو فير كوريسبوندر اون تابل. دابا انت عندك المكونات ديال ديغرام دو كلاس اللي هما الكلاس كلاس فيها اتريبيو فيها لي ميثود او لي غولاسيون ما بين لي كلاس و لي كارديناليتي. التساؤل اللي غادي يطرح هو اش غتولي عندي في ديغرام في الباز دوني الكلاس بماذا ستمثل، الكارديناليتي بماذا ستمثل، وديك الغولاسيون بماذا ستمثل. الا جاوبنا فغنكونو عرفنا اننا نصاوبو لا باز دوني ديالنا ا بارتير لو ديغرام دو كلاس لي تعذبنا فيه. دونك اول غير اللي كتقول لك انه اي كلاس كانت عندك غتشدها تصاوب ليها طابل في لا باز دو دوني. ركزوا مزيان بانه في ديغرام دو كلاس تيكون عندي لا كلاس هذا سميتها بارتي اتريبيو بارتي ميثود. اول حاجه هاد لي ميثود هاد اللي تيكونوا هنا ما غاديش يبانوا في الباز دوني ولا سونيل، ما عندهمش المقابل ديالهم في الباز دوني ولا سونيل. الميثود غير يبانوا عندك في الكوداج في البروغراماسيون فاش تكون كتكودي في وسط الكلاس عندك ديال الكونترولور ولا شوف انت في طريقتك تما فين غيبانوا دوك لي ميثود. اما في الباز دوني ما كاينينش، دونك غادي تاخذ السميه ديال لا كلاس تاعك نفسها تسميها الطابل او تسمي مثلا لا طابل فواتور كلهم مينيسكول افيك اس لا بغيتي تخدم من بعد بلارافيل بشكل عادي ولا تسميها اي اسم متعقل بانها هي لا طابل التي تمثل لا كلاس اللي كنسميتها فواتور في وسط الدياغرام دو كلاس تاعك. ثاني حاجه لي زاتريبيو اللي كيكونوا عندك هما اللي غيولوا كيمثلوا لي كولون في الطابل تاعك هما لي شون. فالحاجه اللي كانت تيب ديال سترينغ غيولي تكتب ليها فارشار 50 ولا 255 ولا عدد الحروف اللي بغيتي. الحاجه اللي كانت انت راه هي تمايا انت ولا كاع لي تيب بريميتيف ما عندكش فيهم مشكل. حاجه واحده اخرى هو ان نورمالمون الكلاس تيخص يكون فيها شي معلومه كتسمى ايدونتيفيو. يعني اش ايدونتيفيو؟ يعني هي ديك المعلومه لا تريبيو الخاص الذي لا يتكرر وبه باش تنفرقوا ما بين لي زوبجي. فاحنا مثلا الا خدينا لا كلاس فواتور غيكونوا عندنا اشاط لي فواتور يقدروا يكونوا كلهم دو ميم مارك، ولكن باش نفرقوا بيناتهم في الواقع وفي الوراق غتكون عندهم واحد المعلومه مختلفه. ضروري ان ما نلقاوش وحدك عندها نفس يعني جوج لي فواتور عندهم نفس هذيك المعلومه. ففي العالم ديال لي فواتور كنعرفوا ان هي ديك الماتريكول ديالهم. وكذلك في جميع لي كلاس كيخص يكون عندنا ايدونتيفيو. الا كان داك ديغرام دو كلاس تاعك متصاوبو باتقان وكل كلاس عطيتي فيها ايدونتيفيو فهذاك الايدونتيفيو اللي عطيتيه هو الذي سيتحول في لاطابل تاعك لكلي بريمير، وهكذا غتكون صوبتي لاطابل تاعك بشكل عادي. دونك غومارك ان سيت كوريسبوندونس ني ديريكتومون بوسيبل كو سي لي اتريبيو دو لا كلاس سون اتوميك. يعني اش؟ يعني هاد الحل هذا اللي اولا هاد لا ريغل اللي طبقنا دابا تاع ان لا كلاس غتحول لي اون طابل و لي زاتريبيو غيتحولوا دي كولون، هادي صحيحه فقط الا كانوا عندك المعلومات اللي كتكون حاط هنا في لي زاتريبيو هما عندهم دي تيب بريميتيف. هادي هي انهم اتوميك، يعني غير شين اونتي بوليان كاركتير بحال هكا، ماشي دو تيب كوليكسيون. لان تيب كوليكسيون ما كاينش عندنا من بعد في ديال في الغولاسيونيل وهو صحيح في ديغرام دو كلاس تاعك. تقدر مثلا دير واحد لا كلاس ستاجير وتكتب نوتس وديرها على شكل كوليكسيون، يعني هذاك ستاجير عنده بزاف ديال لي نوتس. هذيك الكلاس فاش تبغي تحولها بهذه الطريقه غيبقى بروبليم، لان هذيك بزاف لي نوت فاش غادي تجي تبغي تعطيهم
غتلقاها ساكنه ما عندكش. كيفاش ديال هذيك بزاف؟ كيفاش كترجم هذيك بزاف في لاباز دو دوني تاعك؟ دونك ما كايناش. دونك الحل هو انه غادي تمشي نتايا صحيح، ماشي صحيح، هو كان صحيح، ولكن غادي تمشي تحسن من لو دياغرام دو كلاس تاعك وتصاوبو تعطيه. لا تسمحوا لي واحد الدقيقه نشوف هاد الباتري هذا ما كيتشارجاش، غادي يطفى لنا البيسي. واخا ماشي مشكل نكملو فيت في هاد النقطة ونشوف. دونك بالنسبة لينا كي قلنا أنه إلا كان عندك تيب كوليكسيون في لاكلاس تاعك، كان خاصك تزيد تفصل وتحول هاديك الكوليكسيون لطابل وحدة أخرى ديرها، بحال مثلا قلنا ستاجيغ عندو بزاف لي نوت صحيحة في الدياغرام دو كلاس، ولكن من بعد فاش بغيت ترجمها خاصك يكون عندك دياغرام دو كلاس مفصل أكثر، ودير لاطابل نوت ودي ماشي لاطابل، دير لاكلاس نوت ولا لاكلاس ستاجيغ وبيناتهم إن غولاسيون تاع أفواغ ولا أ ولا، ودير ديك بليزيور على شكل كارديناليتي. هذه غادي ترجم بها القاعده بطريقه اسهل. يعني انا في ديالهم دو كلاس تاعي كلما صوبتو بنيتي بريميتيف ساهلين كان احسن، سورتو الا كنت غنحولو لانشيما غولاسيونيل. فوالا دونك هذه هي الغومارك الاولى. الغومارك الثانيه هو بالنسبه للكلي بريمير، في حاله ما كانش عندك الايدونتيفيون في وسط لا كلاس تاعك، يعني كنتي ما ديروش، ما كاين حتى مشكل، كتهز لي زاتريبي عاديين تيتحطو كديكولور في لاطابل وكدوز انك انت تي شوازي اربيتريرمون واحد لاتريبي اللي غادي يكون عباره على ايدونتيفيون. في هذه الحاله كنقدروا نديروا واحد لاتريبي تنزيدوه اللي هو الايدي، وتنديروا اوتو انكريمنت و اونتي، كلشي كيبقى كما تنسوقوش، يعني متيبانش لينا نهائيا، وحنا كنخدمو بيه في لاباز دو دوني ككلي بريمير، لان ضروري كل طابل في لاباز دو دوني غولاسيونيل يكون عندها ان كلي بريمير، وفي نفس الوقت ما تنبرزطوش به راسنا لانه تيعمر من السيستيم. فوالا دونك هذه القاعده الاولى ديال لا ترانسفورماسيون ديال دياغرام دو كلاس ال الشيما غولاسيونيل ديال اون باز دو دوني.